أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نواصل في السلسلة نتاع الفيديوهات، واعذروني مرة أخرى على التأخير. في الحقيقة معنتها قضي وقت طويل في البالتوك، نقاش مباشر وحي، وباش نحاولوا في المرات القادمة نسجلوا هذوما النقاشات اللي توقع من بين ما يسمى اللادينيين والدينيين خاصة المسلمين. المهم باش نواصلوا الفيديوهات هذيا، ونعاود نركز على مسألة مهمة قلناها واللي ديما يطالبوني بها، هي المصادر. راهو ما نجمش نحط مصادر. علاش؟ على خاطر الفيديو هي طبحة طويلة، وانا باش نحاول نزيد نقصر في الفيديو، خاطر ياسر يطلبوا مني اني نقصر في الفيديو انها ما تتجاوزش 20 دقيقة 15 دقيقة. انا نفهم اللي الانسان في العصر هذا ما نجمش يعدي وقت طويل وهو يسمع في الفيديوهات. هذاك علاش بعضهم قالوا لي كان تنقص في المدة وتكثر في الفيديوهات، يعني تعمل زوز فيديوهات ولا ثلاثة في الجمعة، كل فيديو ب 15 دقيقة. أنا باش نحاول نعمل هكاك. أما بالنسبة للمصادر، راهي المصادر موجودة في الكتب. أنا ما نجمش نحط لكم المصادر، على خاطر كان باش نحط لكم المصادر باش يزيد يطوال الفيديو أكثر. باهي. المهم، حكينا المرة الأخرى على تاريخ معناتها تاريخ في التاريخ ما يدعي المسلم معنت المسلمين انه محمد ينزل من اسماعيل ولد ابراهيم، وعرفنا اللي ابراهيم ماهوش عربي بل هو كلداني او سرياني او اي شيء اخر، مهم ماهوش عربي، وان اسماعيل معرب ليس من العرب العاربة وانما من العرب المستعربة. واحنا ما نجموش نتأكدوا من يعود لإسماعيل أو يعود لإبراهيم. المهم هو الشخص الوحيد، وتنرجع للتاريخ الإسلامي والمصدر ديما نقول راهو التاريخ الإسلامي كتب بعد موت محمد بعدة أجيال. هذاك علاش أنا ديما نركز على حاجة مهمة ونعاود نأكدها، راهي شخصية محمد بحد ذاتها مبالغ فيها. أنا لا أتصور ولا أعتقد أن محمد كما يصفه معناتها المسلمون، ما نتصورش يعني معناتها اللي مكتوب على محمد في التاريخ هي مبالغة كبيرة. أنا نتصور معناتها صحيح يمكن وجد شخص، يعني فما مظاهر معناتها على حسب التاريخ، وتنقرأوا التاريخ وتنقرأوا الأحاديث وتنقرأوا القرآن وتنقرأوا، هي كلها أمور منقولة ليس موثقة في زمانها، وثقت من بعد، إذا تم تبديل ياسر حاجات وأعطاء لهذه الشخصية إنها حاجة كبيرة جدا. وهذا أنا ما نتصوروش صحيح، لكن رغم ذاك الشيء ننقل الأشياء كما هو موجود في التاريخ الإسلامي، لأن ليس لنا مصدر آخر مع الأسف. الشخصية الوحيدة كما قلت اللي نهتم بها هي مسألة هاشم. هاشم هذا معروف كما قلت لكم، يعني إنسان كان معناته هو اللي سن رحلة الشتاء والصيف، وكان تاجر كبير ومعروف، وكانت عنده أموال ياسر، وكان حتى معناته يطعم المساكين، وكان هو المسؤول على السقاية في الحج، وكان نجم نقوله إنسان عنده مكانة اجتماعية في مكة. هذا الشخص مات، ما نعرفوش الأسباب، يقول لك مرض ما مرضش، المهم مات. نجي ونشوفه كما ذكرت لكم المرة الأخرى، معناتها باش نعاودش نفس الكلام، أن خو هاشم اللي هو ورث خوه هاشم، يعني معناتها المطلب اللي هو خو هاشم، هو خذا السقاية وهو خذا ما يسمى الاهتمام بأمور الحج. هذا الشخص معروف في مكة، وما نجموش ننكره معناتها على حسب التاريخ أنه
مش من بني هاشم ولا المكان، لكن المشكلة أن هذا الشخص سافر للمدينة وأتى بشخص معه ودخل به مكة، وهذه الحادثة هاتوا نحطها لكم في النص، في النص متاع الفيديو نحط لكم كما هي منقولة باش ترجعوا لها نتوما، أما نجمش نذكرها في الفيديو. دخل بشخص يدعي هو قال انه ولد خوه هاشم، بينما عندما دخل به عيطوا له عبد المطلب. هذه الشخصية عبد المطلب هي شخصية في الحقيقة مشبوه فيها اصلا. اولا كيفاش فهمت كما قلت لكم المطلب ما يعرفش اللي خوه عنده ولد، حتى لين جاء واحد وقال له في موسم الحج انه عنده ولد. اذا هذه الشخصية من فين جات؟ هذه الشخصية اللي دخلت المكة ما دخلتش صغيرة ولا مازالت معناتها طفل صغير، هذا انسان بالغ شاب معناتها في كامل مداركه العقلية، دخل الى مكة والناس عايدت له عبد المطلب اللي هو معناتها يقال انه عنده معناتها اسم شيبة الحمد لانه كان يحمد. هذا الانسان غريب الاطوار، ولد في يثرب ونعرفوا احنا معناتها يثرب كانت معناتها فيها اليهود وفيها كانت ياسر حاجات معناتها دعايات نتاع نبي باش يخرج وغيره وغيره. نعرفوا احنا اللي الجزيره كان فيها اليهود وكان فيها النصارى مش المسيح، لازمكم تتاكدوا ان النصارى هما نوع مذهب مسيحي صحيح يجسد، يعتبر مريم ام الله اللي هو عيسى ابن الله والرب. حتى في الكعبة كانت موجودة سورة مريم وهي حاملة عيسى اللي هو يعتبر ابن الله، فهم عباد يعني يؤمنون ان الله هو الاب لعيسى وان مريم هي التي احصنت فرجها لله لكي تلد عيسى الذي هو المخلص للبشرية. وكانت مذاهب اخرى كما الصبائية وكانت حتى الزردشتية وغيرها من المذاهب، ومنها الحنيفية فهمت اللي الحنيفية اللي هي مذهب خاص فهمت نجم نقوله ما يمنش بالحاجات اللي يؤمنوا بهم الأصنام معناتها بالأصنام وكل شيء. وهنا لازم نفرق من بين معناتها هذه معناتها يقولوا هما الديانة الإبراهيمية فهمت، لازم نفرق معناتها المسألة هذه خاطر ياسر مهمة، قريبة شوية معناتها من اليهودية، قريبة جدا من اليهودية. وطبعا نشوفوا كيفاش عبد المطلب كان متأثر جدا بهذا المذهب الديني الذي كان في الجزيرة العربية الذي هو بين ما يسمى بالمسيحية واليهودية وعبادة الأصنام وغيرها من الأمور. هذا الإنسان يقول ولد في سنة 480 فما اللي يقول لك 490 الميلادي، ولد في يثرب، نعرف أم سلمة بنت عمرو فهمت الخزرجية يعني من الخزرج، ونعرف الخزرج كانوا أقرب لليهود من الأوس، وكبر وشب في المدينة وتأثر بالأفكار والأساطير ما يسمى الأساطير اليهودية والمسيحية. ما فهم حتى دليل يؤكد أن هذا عبد المطلب أو شيبة ابن هاشم. الدليل الوحيد هو مصدر تاريخي أن المطلب قال أنه ابن أخي شيبة، يعني هذه مسألة واضحة، يعني هذا الشخص معناته مجهول. هنا نسأل سؤال، احنا عرفنا اللي هاشم كان غني جدا وكانت عنده أموال طائلة، بينما تنرجع للسيرة التاريخية نلقاو هذا عبد المطلب انسان فقير فهمت، وكانوا العبيد يتمنكوا عليه وكان يعني كيما نقولوا احنا درويش مدروش. وبالفعل هو كان شخص غير عادي ولا يدخل في معناتها ماهوش انسان معناتها عادي يعيش في المجتمع، على خاطر كانت عنده معتقدات وكانت عنده اراء جايبها من المدينه ومتاثر بها تاثير كبير. انا نسال سؤال، فينهم اموال فهمت هاشم اللي كان معناتها اسمه هاشم لأن هاشم تريد، فينهم أمواله؟ فين مشاو؟ فين تجارته اللي كان يعمل رحلة الشتاء والصيف؟
فين مشات؟ هذا الكل فين مشى؟ يعني نحكيه على عبد المطلب، نحكيه على عبد فقير، إنسان حالم، فهمت؟ يعني كان إنسان نجم نقوله أحنا عنده معتقدات يعتبرها غيبية ولا ما نعرفش عليه شنو، أما أكيد اللي هو متأثر باليهود ومتأثر من الدعايات اللي مشهورة في هذيك الزمن، معناتها بياسر قصص خيالية مثل قصة إبراهيم وقصة إسماعيل، ما خرافات منتشرة عند العرب كما احنا عندنا خرافات نتاعنا، أمي سيسي تكنس تكنس وغيرها 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 وغيرها، ولا فلان والغول ولا الجن ولا الحكايات الفارغة هذيك الكل، هو كان متأثر بها وكان يؤمن بهذيك الخرافات اللي منتشرة، وكان معناتها يعتبر روحه اللي هو معناتها العقدة نتاعو باش يوريك اللي هو معناتها، حتى انهم سموه ابراهيم الثاني، يعني بقصة ابراهيم كان متأثر، لو تقرأ قصة عبد المطلب تلقاه متأثر تأثير كبير بابراهيم، كأنه يحب يثبت لنا اللي هو ولد ابراهيم، خاصة قضية معناتها حفر بئر زمزم، يعني كيفاش هو هكايا راقد وجاه واحد فهمت يعني في المنام وطلب منه باش يحفر زمزم، يعني هذه القصة معروفة، ومعناتها جاه النهار الأول والنهار الثاني والنهار الثالث والنهار الرابع وقالوا احفر زمزم، وهو احفرها كيما نقولوا احنا اللي عندنا احنا الدراويش اللي خرجوا الكنوز، واللي يقول لك في البلاصة هذيك مدفون كنز ومدفون كنز، يعني هذه الأمور راهو كي نشوفوها في الواقع نفهموا الوضع اللي موجود في هذاك الوقت، نفس الشيء تلقاه معناتها فما معلومات أكيد، خاطر معناتها البير بتاع زمزم كان موجود من قبل وتم ردمه في مشكلة من المشاكل، هو كان يعرف كان متوارث هذيك المعلومات يسمعها، كما مثلا توقع مثلا حرب ولا توقع حاجة وفي الدار هذيك يتخبى كنز، وبعد 100 سنة ولا 200 سنة واحد يصدق هذيك المسألة ويمشي يشوف، ويمكن يتيح الكنز ويمكن ما يتيحش على حسب الخرافة هل هي صحيحة أم مش صحيحة. هذا الشخص فهمت اللي هو عبد المطلب فهمت معروف زادة انه ما يعبدش الاصنام، ما يعبدش الاصنام، وكان معناتها موحد ما يسمى بالتوحيد، ونعرف قصة الفيل واللي معناتها المسلمين بعد ردوها قصة طويلة وهبطت صورة في القرآن، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ان الحبشة هجمت على اليمن، وفما حتى خرافة بتاع سيف ذو يزن وغيرها وغيرها وغيرها، يعني هذه الأشياء ما هيش مثبتة تاريخيا وإنما موجودة عند المسلمين فقط، ويقولوا اللي عبد المطلب كان معناتها في الصحراء وضعوا له الإبل متاعه ومشى الأبرهة وقالوا رجع لي الإبل متاعي، ياخي قالوا تعجب من أمره وعظمه كذا، وقالوا كيفاش معناتها أنت طالب الإبل متاعك وما يهمكش الكعبة، ياخي قالوا أنا رب الإبل أما للكعبة رب يحميها، وهذه معناتها القصة معروفة، وكما أؤكد وأقول إنها ليس فهمت موجودة إلا في المصادر الإسلامية. إذا وقتها نعرف معناتها هنا القصة إنها المطلب في سفرة من سفراته مشى لليمن ومات، وأعطى السقاية والاهتمام بالحج العبد المطلب اللي هو كما قلت مجهول النسب، نعرفه اللي هو جابه من مدينة ولكن ما فهم حتى دليل انها ابن خوه، واحنا نعرف ان العرب قبل كانت تستبنى العبيد والاستبناء كانت حاجة معروفة، هذا يدخل المكة وبقربه بالمطلب وقربه واعطاه قيمة وكل شيء، وكان كبير مش صغير، ما جاش عمره عام ولا عامين، كان كبير وتأثر بالحكايات اللي موجودة في مكة، وتأثر بالحكايات اللي هو وارثها وسمعها في عند الأطفال الصغار وقت كان يلعب في المدينة ومن عند أمه والخزرج ومقربته من اليهود، وعندما جاء وخذاه هذه المهمة ولا هو المشرف على السقاية متاع الحج، بدأ يدخل في مرحلة دروشة النجم معناتها نشوفوها واضحة في التاريخ، معناتها هذه مسألة واضحة. Bye.
هذا معناتها شكل معناتها واضح ومفهوم، فهمت يعني؟ يعني هذاك علاش نشوفوه مثلا يركز على مسألة إبراهيم ومسألة إسماعيل وكذا، فهمت؟ معناتها تعرفوها القصة، نرجعوا للتاريخ ونحطها لكم في النص باش تكون الأمور واضحة، كيفاش اللي معناتها هو راقد في معناتها في حجر إسماعيل في الحلم النهار الأول، وجاه واحد معناتها حاجة في المنام. يعني شوف هذه كيما مسألة معناتها محمد اقرأ باسم ربك، قال له احضر طيبة يا أخي، قال له ما طيبة، يعني نفس الفكرة، اقرأ قال له ما أنا بقاري، اقرأ ما أنا بقاري، اقرأ ما أنا بقاري، نفس القصة نلقاها عند عبد المطلب، قال له احضر طيبة، قال له شنو هي طيبة؟ مشى يعني رجع النهار الثاني، فهمت يعني؟ معناتها النهار الثاني معناتها عاود قال له معناتها نفس الشيء، أما معناتها قالوا احفر، فهمت؟ برا. من بعد قالوا شنو هذه برا؟ قالوا ما انت ما جاوبوش. من بعد مشى النهار الثالث عاود رقد، فهمت؟ قالوا فهمت احفر المضمونه يا اخي، قالوا شنو هي المضمونه؟ ما عرفش. عاود مشى النهار الرابع اربع مرات، يعني نفس القصه، يعني هذيك معناتها السسبانس كيما نقولوا احنا، باش يدخلوك في اللعبه، يعني احفر كذا ومشى، احفر كذا ومشى، اقرا ما أنا بقاري، اقرأ ما من... هذه أساليب كهنة وأساليب عباد يعني مدروشين في مخاخهم، فهمت؟ يعني يؤمنوا بخرافات ويؤمنوا بحكايات. النجم حتى أنا نجي نقول لك أنا راقد في الحلم وجاني واحد قال لي افعل كذا افعل كذا افعل كذا، هذه معناتها أمور ميصدقوها كانش الأشخاص اللي ما عندهمش مستوى من الوعي والتفكير باش يفهموا هذه الخرافات. من بعد جاء في الرابع، اليوم الرابع قالوا احفر زمزم، يا اخي قالوا شنو هي زمزم هذه؟ قالوا لا تنزف ابدا ولا تذم، يعني ديما تجري، فهمت؟ يعني شوف معناتها الفازه، يعني حتى معناتها الاسلوب، فهمت؟ يعني واضح معناتها باش تسقي الحجاج وكذا، يعني باسلوب معناتها شاعري واسلوب معناتها نجم نقولوا احنا كهنوتي، فهمت؟ قالوا امشي احفرها عند كذا كذا، عند العنزة، فهمت؟ عند نقرة الغراب الأعظم، عند قرية النمل، فهمت؟ كيما جيب زوز نموسات عمي وفار يتيم وذبحوا واعمل، يعني الأمور بتاع الشعوذة والسحر والأمور هذيك. يا أخي مشي احفرها وزعم خرج كنوز وعمل باب الكعبة وعمل خرج غزال، والغزال عملوا صفايح للكعبة ومعروفة معناتها القصة، وكيفاش اللي قريش حب تقسم معاه الماء. شوف هذه القصة زادة، حب تقسم معاه الماء يا أخي، هو رفض، فهمت؟ قال لك أنا ما نقسمش الماء، وتفاهموا باش يمشيوا عند كاهن بحذا حدود الشام من بني سعد، فهمت؟ باش يمشيوا يتحاكموا عليه الماء، شكون هذه بتاع زمزم بعد لحفرها وكذا، خاطر قبل كانت فما كيف الواحد هكا الباسان وكان يصبوا فيها الماء ويسقيه، وهو مع تحفر البير ولا الماء يجري في وسط مكة اللي معروف ماء زمزم. المهم هو أكيد كان بير، وفي معركة من المعارك تم ردمه وتلقاه دم ردم أشياء، هو كان يعرف هذيك القصة أو أخذها من عند اليهود أو من عند أشخاص أخرين، ومشى عاود نفس الحاجة، وتمشى وعاد هذا الكاهن في الطريق زعما ضاعوا وفالهم الماء، ومشاو طلبوا الماء من قبائل اخرى ما حبوش يعطيوهم. يعني هذه القصه الكل ما تظاهر ما كان فبركة، يا اخي قال لهم اسمع، الحل الوحيد كل واحد يحفر قبره، واللي يموت ندفنوه حتى لين ندفنوا الكل باش ما نقعدوش في البر، معناتها فهمت؟ انا الانسان كي يموت يهمه معناتها في الصحراء، فهمت؟ لازم يحفر قبره. من بعد قال لهم لا 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 لا، اجا نمشيو نفركسوا على الماء، يا اخي هو ركب على الابن نتاعو وانفجرت عين، يعني هنا كيما قصت معناتها هاجر اللي بدات تمشي من بين الصفا والمرمى وما عندهاش ماء، حتى لين انفجرت من تحت قدم اسماعيل عين اللي هي عين زمزم. يعني هذا الكل راهو مش موثق تاريخيا، يعني كيما انا نجي نخرف لك قصه من بعد نقول هي حقيقه. اذا معناتها ويا اخي هما وقت شافوا الماء معناتها انبع من تحت، يعني هذا معناتها باش يردوه نبي، يعني هو كي تشوف حتى عند الشيعه عبد المطلب عبارة على نبي، باهي مش رسول أما نبي، خاصة عندما نجيو نقراو مثلا في كتب التاريخ السنية، فهمت؟ السنية نلقاو أن عبد المطلب يعني كان عنده إيمان خاص، كان يؤمن بوجود الإله، وكان حاسس هذا إله القمر، ما يسمى بإله القمر،
اللي هو إله محمد ونرجع عليه كيفاش فهمت، ويرفض عبادة الأصنام، باش يوريك اللي هو مش من أهل مكة. يعني كان جاء من أهل مكة، كل أهل مكة تؤمن بعبادة الأصنام، هو جاي من المدينة يعني غريب عن مكة، وجاي بتقاليد أخرى وعادات أخرى. وكي نرجع للتاريخ نشوفه اللي محمد خذا ياسر حاجات من عند عبد المطلب. هنا نذكر بعض الحاجات، فهمت؟ كان عبد المطلب معروف بالوفاء بالنذر، وهذه معناتها محمد جعلها في الإسلام، وهي معناتها يمكن عادة كانت موجودة، واحد معناتها وقت يوعد بحاجة يوفي بها، وموجودة مش كان عند العرب، يعني موجودة عند الشعوب الكل. يعني ما فهمتش أنا كيفاش قال لك إبراهيم معناتها شو اسمه عبد المطلب هو اللي يوجد عند العرب الوفاء بالنذر، خاطر العرب قبل فما معناتها ما كانوش يوفيوا بالنذر، يعني كان يغدروا وطبيعتهم هكاك، فهمت، الصحراوية والغدر وكذا. يا أخي هو فرض عليهم الوفاء بالنذر، من بعد محمد جا خذاها. ومنها مثلا اللي يقتل إنسان يدفع الدية بتاعه 100 إبل، هذه عبد المطلب جابها. وتنرجعوا للقصة وقتها بدأوا يتمنكوا عليها القريش وبدأوا يطيحوا له في قيمته وكل شيء. يا أخي طلب معناتها وعد، قال كان أنا يكون عندي 10 أولاد نذبح واحد منهم. وهنا نرجع لقصة إبراهيم، شي يوريك اللي الإنسان هذا دخيل على مكة، وما هوش من بنو هاشم، وما هوش معنى حتى بنو هاشم يعتقدوا انهم من اسماعيل ومن ابراهيم، هو ما هوش من بني هاشم، ما فما حتى دليل يثبت انهم من بني هاشم. جاي من المدينة من الخزرج، جايبوا من هذا فهمت المطلب اللي قال هو ابن خوه اللي يدعي انها عمه، لكن ما فما حتى دليل، وبدليل انهم سموه عبد المطلب، وشهر عبد المطلب الى يومنا هذا. وكما نقولوا احنا معناتها بالمثل التونسي، المية تكذب الغطاس، مادام لصقت فيه عبد المطلب يعني ما هو إلا عبد المطلب تم استبناؤه وجعله واعطاه من بعده مهمة السقاية لأسباب معينة كانت تضمرها بني هاشم كما يقولوا الأمويين للظفر بالملك، فهمت؟ ما قالوها معناتها والله لا دين أنزل ولا وحي، وإنما لعبة لعبتها بني هاشم بالظفر بالملك فلعبوها معهم. يعني معروف هذه القولة، ترجع للتاريخ، موجودة عند الأمويين. إذن هو اللي عمل الدية، معناتها واحد كي يقتل واحد ينجم يدفع الدية متاعه 100 إبل، وهو اللي ما يسمى حط قانون تحريم نكاح ذات المحارم، وهي عادة عنده موجودة عند اليهود، معناته هو رجعها كما نقوله قانون ويحب يعني يفرضها على أهل مكة. وهو اللي قال مسألة لا تأتوا البيوت من ظهورها وإنما من أبوابها، وترجع للتاريخ وتعالوا نحط لكم المصدر كله في النص. وهو أول من جاب فكرة قطع يد السارق، فهمت؟ اللي موجودة الآية في القرآن واقطعوا أيديهم، وتنرجع عبد المطلب هو من جاب فكرة قطع يد السارق، وهو اللي منع فهمت قتل الموؤودة، هو اللي القرآن يقول وإذا الموؤودة قتلت بأي سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني عبد المطلب كان يتكلم ويقول ما تدفنوش الموؤودة، كما قلت لكم يعني الموؤودة هي حالات خاصة ما هيش عامة، فهمت؟ وهو اللي جاب فكرة المباهلة، هيا نبتهل، واللي موجودة في القرآن. وهو من اعتبر الخمر حرام، تحريم الخمر، وهو اللي حرم الزنا وجعل حد للزنا، ومعروفة هذه المسألة وترجعوا للتاريخ تلقاوها. يعني شوف قداش من مسألة، وهو اللي عمل مسألة القرعة، ونعرف القرعة اللي عملها على ولده عبد الله اللي هو أبو محمد، معناتها مفترض أنه يكون أبو محمد، وتنرجع عليها المسألة هذيك. وهو اللي منع الطواف حول الكعبة عراة، كانت العرب قبل تطوف حول الكعبة عراة، هو اللي قال ما عادش تطوفوا حول الكعبة عراة. وهو اللي قال ما تنفقوش في الحج إلا المال الطيب، يعني مش يعني المال اللي كسبوا من تجارة، ولا مش المال المنهوب، خاطر العرب كانت تنهب بعضها وتسرق بعضها. وهو اللي عظم الأشهر الحرم وحط مسألة الأشهر الحرم، وهذه كلها موجودة في القرآن. وهو مسألة زاد إكرام الضيف، ورغم اللي إكرام الضيف موجودة في كل الشعوب، أما هم ركزوا عليها زعما إكرام
الضيف يعني معناتها هو اللي جابها واللي من بعد الإسلام يعني أكدها. وفما ومسألة الخمس، الخمس هو اللي جابها زاد يعني يعني هدايا معناتها مسائل أمور معناتها مهمة يعني في الإسلام موجودة وفيها آيات قرآنية وفيها أحاديث وغيرها، فهمت؟ وهو اللي منع أكل اللحوم الذي تذبح للأصنام، وذي محمد قال لك معناتها كل حاجة تذبح ما يسميش عليها الله تصبح حرام أكلها. وتنرجع هذه كل أمور، وأنا تنحط لكم المصدر في التكست لتحت في النص باش تقرأوها وترجعوا للكتب التاريخية تلقاو لي هذه الأمور الكل، مش واحدة مش زوز مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة مش ستة، عشرات. عبد المطلب هو اللي جابها باش يوريك معناتها اللي التحذير لمحمد، هذا مع التحذير لمحمد كان من عبد المطلب. عبد المطلب هذا الدخيل الذي دخل من يثرب إلى مكة لم يكن دخوله صدفة، وإنما بتدبير وبتنظيم كما قال الأمويين لعبة لعبتها بني هاشم للضفري بالملك، حتى أنهم كانوا يطلقوا عليه إبراهيم الثاني عبد المطلب ويسميوه قمر بني هاشم. قمر بني هاشم يعني هذا تأكيد على أنه له من بني هاشم وله من مكة. فما حاجات أخرى عملها عبد المطلب، يعني احنا حابين نركزوا على عبد المطلب باش تفهموا اللي عبد المطلب يعتبر حتى عند الشيعة ولا تقرأ التاريخ السني عبارة على نبي، عبارة على إبراهيم، فهمت؟ هو أول فهمت من معناتها أول معناتها من اللي اعتزل في غار حراء، كان وقت يجي الهلال وكان يؤمن بإله القمر، كان وقت يجي الهلال شهر رمضان يعتكف مدة شهر في غار حراء ويتعبد. يعني محمد مش أول واحد، محمد ما تبع كان هذا الإنسان الغريب مجهول النسب ما نعرفوش فين جاء، واللي هو عبد للمطلب من بعد ولا جد محمد. كان أول ما يظهر هلال رمضان يعتزل في غار حراء ولم يخرج منه شهر كامل، فهمت؟ وكان هذا عبد المطلب يكثر الطواف حول الكعبة، يكثر الطواف حول الكعبة، وكان سمي معناتها بشيبة الحمد، كانت عنده شيبة، ولكن كان دائما يحمد الحمد لله الحمد لله، يعني كان متصوف أو متدرج كما نقولوا. باهي احنا قلنا معناتها رغم هذاك الكل معناتها كان هذا معناتها كان محقور. هذاك علاش قال نحب انا اولادي يحميوني رجال، خاطر ما كانش عنده شكون باش يحميه، حتى عمامه بعد خاصه وقت مات المطلب حتى حد ما عادش يحميه خاطر ما يعتبرهمش من عائلته، فهمت؟ ما يعتبروش من عائلته، يعني اللي كان حاميه الوحيد هو المطلب. وقت مات المطلب لقى روحه لا حول ولا قوه. هذاك علاش بدا يعرس، فما اللي يقولوا جاب 12 ولد، فما اللي يقولوا 10، فما اللي يقولوا 9، المهم مش علينا في المسألة هذيك، المهم هو قال لك كان يكونوا عندي 10 أولاد أنا باش نذبح واحد منهم. وهنا نرجع لفكرة إبراهيم، يعني أكد مسألة إبراهيم يحب يجعل روحه هو إبراهيم اللي باش يجيب محمد. يعني محمد وقت يقول جدي إبراهيم يقصد عبد المطلب، لا إبراهيم لا شيء، يعني بعد هذه كلها معناتها تكونت الحكاية. وبالفعل معناتها جاب 10 أولاد، وكان من آخر ولد عنده هو عبد اللات اللي سماه عبد اللات اللي يقولوا سماه عبد الله، فهمت؟ اختلافات، فهو عنده ولد اسمه عبد الكعبة وغيرها 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 وغيرها. المهم وكان عنده ولد من أولاد عبد المطلب اسمه قثام ومات، ويقال أن عليه سمي محمد، وتنرجعوا لها المسألة هذه، فهمت؟ يا أخي مشى باش يذبح ولده، يا اخي خرجت معناتها واحد من اولاده، يا اخي خرجت القرعه على عبد اللات او عبد الله هذا، فهمت؟ اللي سماه محمد من بعد عبد الله، ويمكن يكون سماه هو عبد الله، هذا كما قلنا هو كان يعبد اله القمر اللي هو الله عند العرب، والذي هو اله له صنم وليس له وجه، وكان موجود داخل الكعبه، ويقول ان جابوه بعض العرب من العراق، وتو نرجعوا لها المساله هذه. يا اخي وقت خرجت قداش من مره القرعه على عبد اللات، معناتها هو زعما عاود عمل القرعة من بين ومن بين 100 إبل، وخرجت القرعة على الإبل. وهذا عبد المطلب كان عنده كما قلنا أولاد ياسر، أبو طالب، معناتها فما
أبو طالب اللي معروف اللي باش نحكيو عليه في الفيديو القادم، واللي معناتها حضر على الإسلام وما أسلمش حسب السنة، وعند الشيعة يقول لك كان مسلم ولكن يخفي إسلامه، نرجعوا لها، واللي من الأولاد اللي حضروا معناتها ظهور محمد عندك حمزة والعباس وأبو لهب، فهمت يعني هذه مسألة واضحة. فهمت؟ إذن هذه معناتها مسألة واضحة أن هذا عبد المطلب شخصية مجهولة الأصل، جابها المطلب دخلها مكة وكان إنسان مدروش، ووقتها مات حتى حد مهتم به وحقروه، يا أخي قرر باش يعرس ياسر نساء ويجيب ياسر ولاد باش يكونوا له كيف القوة اللي يحميوه، خاطر كانت في ظروف اللي عنده ولاد أكثر، هو كان عنده 6 بنات ويقولوا 10 ويقولوا 9 ويقولوا 12. باهي هذه معناتها مسألة واضحة وباينة للعباد الكل، اللي هذا عبد المطلب اللي هو عبد للمطلب، واللي المطلب باش يجعل له بلاصة قال انها ابن خوه هاشم، رغم اللي ما فما حتى دليل، وهاشم كان غني ومانيش عارف الفلوس نتاعو فين مشات، علاش ما ورثوش؟ الحاجة اللي ورثها هذا عبد المطلب هي السقاية من المطلب بعد موته في سفره إلى اليمن، ومات غاديكا ولا هو مشرف على السقايه والحج، وكما قلت لكم دخل ياسر تعديلات في الحج، وكان معناتها كما قلت لكم يحرم الخمر وقطع يد السارق وغيرها وغيرها وغيرها، يعني هذه الامور الكل اللي جابها محمد ما هي الا موروثه من عبد المطلب، اللي كان يركز على انه مثل ابراهيم اللي هو عمل زمزم، يعني عاود حفر زمزم، والقصه نتاع اللي مشى مع العرب باش تحاكموا الأحد الكهان في الشام، وكيفاش معناتها الماء خرج من تحت ساقين الجبل نتاعو، كيما هاجر وولدها إسماعيل وقت بدا يفرق بساقيه حتى خرج الماء، يعني نفس القصة. من بعد مسألة ذبح ولده كيما إبراهيم حب يذبح إسماعيل على حسب بعض الروايات، ومن بعد ذبح الإبل، وكان عبد الله أو عبد الله هو كان المفضل والمقرب إليه، وتوا في الفيديو القادم فهمت نحكيو على مسألة عبد الله اللي هو أبو محمد، ونحكيو على أبو طالب اللي هو اللي كفل محمد بعد موت عبد المطلب. فهمت يعني هذه مسألة واضحة، ونظن يعني الفكرة معناتها واضحة توا، معناتها المسألة عبد المطلب إنسان مجهول النسب، جاء من يثرب من قبيلة الخزرج، أمه معروفة ليس معروف الأب، وجاء لمكة وما كانت عنده حتى قيمة، ووقت مات المطلب أصبح يهان، فجاب ياسر أولاد باش يكونوا له قوة، وسيطر على الحج وجعل القوانين، وبدا يحضر الخروج أو ظهور محمد. إذا في الفيديو القادم نحكيو كيفاش عبد المطلب هذا كيفاش بدا يحضر المحمد، وانا بالنسبه ليا كما قلت لكم كلها حكايه مفبركه باش السيطره على العرب، معناتها بنو هاشم كانوا يحبوا يسيطروا على العرب الكل، يسيطروا على القبائل، وكانوا يعرفوا ان العرب ما نجموش يتوحدوا الا بدين، وهذا موجود في القران، وقت يتكلم على الاميين يقصد الذي ليس لهم دين سماوي، ويوحدهم تحت رايه دين واحد، ويجعلهم قوة تواجه الفرس والبيزنطيين. ونظن المسألة واضحة، ومع فيديو قادم ونحاول باش نكون أكثر دقة وأكثر وضوح، وأي إنسان ينجم يرجع للمصادر، وأنا نحاول باش نحط التكست في آخر الفيديو. وشكرا ومع السلامة، إلى فيديو قادم، بالسلامة.